موضوع الوقف والابتداء. متى أقف وأين أقف ومتى لا أقف؟ هذا لب علم التجويد، أليس كذلك؟ لما درست علم التجويد هو معرفة الوقف والابتداء. طيب، إذا أنا مش فاهم معنى الكلام هل أعرف أين أقف؟ لا يمكن. إذا ابتداء، إذا أردت أن أقرأ القرآن وأن أرتل القرآن وأن أخذ هذه الثمار من أحكام التجويد والترتيل، لابد أن أعرف معاني ما أقول. فالعلماء مثلا لا يقفون على معنى منفصل، يعني الأصل مقول القول لا ينفصل عن القائل، مش هيك؟ المضاف والمضاف إليه ما بصير نقف، الجمل اللي فيها فاصلات أقف على الفاصلة. أيضا في معاني بلاغية، عندما أتكلم عن النار والجنة ما بصير أرفع صوتي بالنار وأخفض صوتي بالجنة، أو أرفع صوتي بالشيطان وأخفض صوتي بلفظ الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا بسموه بيئة القارئ، المكان اللي أنا بقرأ فيه، هل أنا في صلاة جماعة، هل أنا في درس، هل أنا في تراويح، أنا الآيات اللي بقرأ فيها آيات عقيدة، آيات قصص، كله له اعتبار. كيف أقف، متى أقف، بدي أقرأ قراءة تفسيرية ولا غير قراءة تفسيرية. مثلا سورة الأنعام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. لما يجي قارئ يقول هذا ربي، هذه القراءة مش الأصوب. هو سيدنا إبراهيم كان يقول هذا ربي إقرارا ولا إنكارا؟ إذن أنا إذا فاهم المعنى بوصل التفسير للسامع من خلال ماذا؟ طريقة القراءة. فبقول قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هو كان يسير معهم استقراء التدريجي، النجم، القمر، الشمس، بعدين استدردهم إلى ماذا؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى. فهذا بيتطلب مني قدرة على استيعاب النص وقدرة على القراءة اللي بسموها القراءة التفسيرية للقرآن الكريم. إذن الوقف والابتداء بيعطي المعنى حقه، بيعطي السامع، بيسبح معنا. وأنا دائما بقول لما نسمع على الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله نستمتع في وقفاته وفي وصلاته وابتداءاته. لماذا؟ لأنه مبدع، يعرف ماذا يفعل. لكن في قراء لا، بتلاقي صوت جميل ولكن مش موجود الإتقان في القراءة. فأنا بدي أستمتع عندما أسمع القرآن مع شخص يعرف كيف يقف وكيف يبتدئ. يقول الشيخ في الكتاب هنا لمعرفة الوقف والابتداء أهمية كبرى. جميلة هذه الكلمة، في كيفية أداء القرآن، حفاظا على سلامة المعاني. أنا بهمني المعاني ما تتخربط. لما واحد يقول الجنات تجري ويقف على تجري، فهذا الشيء للأسف يعني يؤذي النفس. وبعدا عن اللبس والوقوع في الخطأ، وهذا يحتاج إلى دراية بعلوم العربية وعلوم القراءات وتفسير القرآن. هذا كلام جميل جدا. ثلاث قضايا: لغة، قراءات، تفسير. وتفسير بلا لغة مش موجود، لازم نعرف اللغة العربية. وأنا اليوم أعطيتكم مفتاح، ما في كلمة مرادفة لكلمة في اللغة بتاتا، ما في كلمات. اللي بيقول لي هاي تساوي هاي بقول له أنا آسف، لو كانت تساوي هذه لماذا لقالها الله؟ بما أن الله قال في سورة الفلق مثلا ومن شر غاسق إذا وقب، بيجي بقول لي المفسر وقب معناها دخل، بقول له طيب ليش ما قالش ربنا من شر غاسق إذا دخل؟ إذن في فرق في المعنى. فلما نيجي ندرس اللغة بعمق بيقولوا الوقوب هو الدخول من ظلام إلى ظلام، أما الدخول مطلق الدخول، قد أدخل من ظلام إلى نور أو من نور إلى ظلام، أما إذا دخلت من ظلمة إلى ظلمة فهذا هو الوقوب. وهذا الذي نتعود بالله منه، أن ندخل من ظلمة إلى ظلمة إلى ظلمة إلى ظلمة، وهكذا. إذن ما في ترادف في اللغة، ونبحث ونستقصي ونتفقه في المقصود من النص القرآني الذي جاء عن قصد. فيجب الوقف مثلا على قوله ولم يجعل له عوجا، في أي سورة؟ سورة الكهف. ثم يبتدئ قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. هذا ما كتبه الكاتب، يجب الوقف عوجا. طبعا هنا إيش حكم التجويد؟ سكت. إيش يعني السكت؟ وقف بلا، طب ولنفس قطع زي كل نفسنا الأيام.
بعيد وبوقف بعدين، يعني يحاول قدر الاستطاعة أن يأتي بالوقت. طيب لماذا نقف نحن؟ لماذا الوقف هنا؟ نقرأ الآية: ولم يجعل له عوجا قيما. إذا توهم السامع أن قيما صفة لعوج، شو صار في المعنى؟ إذن فائدة الوقف أو فائدة السكت حتى نفصل الصفة عن الموصوف، فهذه ليس صفة للعوج. وضحت إن شاء الله؟ وهذا اللي قلناه في درس التفسير، التجويد يخدم المعنى كما أن اللغة تخدم المعنى. يعني المد له معنى، له مغزى، الوقف له مغزى، السكت له مغزى في المعنى. لما نقول مثلا إن للمتقين مفازا حدائق، إيش المد في حدائق؟ ست حركات مش هيك؟ هذا المد الواجب في حدائق يعطينا معنى إيش؟ الواسع. إذن المد أعطاني فائدة في المعنى، وهكذا. طيب نمشي إن شاء الله. أقسام الوقف: ينقسم الوقف إلى ثمانية أضراب. الوقف التام وشبيه بالتام، وقف ناقص شبيه بالناقص، وقف حسن شبيه بالحسن، وقف قبيح شبيه بالقبيح. بدناش ندخل في التفصيلات المعقدة، لكن أنا بهمني إذا بدي ألخص هذا الكلام التذوق. إذا أنا تذوقت النص أعرف أين أقف وأين لا أقف، وإذا ما تذوقت النص راح أخلط. إذا كان الخلط سببه النفس مغفور له، أما إذا كان الخلط سببه الجهل غير مغفور. من جمال الوقف والابتداء أني أنا بقدر أستوعب المعنى من خلال طريقة الوقوف وطريقة الابتداء. فبدنا إن شاء الله نتذوق النص القرآني بكثرة الاستماع إلى القرآن والأسئلة، نطرح أسئلة. لماذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هذه الكلمة؟ لماذا بدأ بهذا الأسلوب؟ لماذا مثلا لما قالوا باعد بين أسفارنا، قصة مين؟ قصة سبأ اللي كانوا منعمين ورفاهية وقرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، يعني سرتي ساعة بتلاقي قرية، سرتي ساعتين بتلاقي قرية. ربنا قدر السير بحيث مهما سرت في قرى تأكل وتشرب، ما في داعي تأخذ معك طعام وشراب لأن الأكل موجود والمنام موجود. إيش اللي خلاهم للتغيير؟ ليس الملل. إيش اللي خلاهم يطلبوا؟ اللي خلاهم يطلبوا التغيير أنفة الغني أن يصاحبه الفقير في التجارات، لأنه ذا الطريق ممهد للجميع، الكل بيطلع بيجيب إيش؟ تجارات. فصار الغني يريد أن يطيل المسافة حتى لا يستطيع أن يخرج في التجارة إلا صاحب المطايا الكثير والأغنياء اللي تكبروا أن يكونوا مع الفقراء. وهذا موجود في المجتمعات اللي بيصير إيش؟ تتكبر على بعضها البعض. فلأنهم انحرفت الفطرة، الله عز وجل ماذا؟ عاقبهم بأن مزقناهم ماذا؟ كل ممزق. كلمة المفردة القرآنية لها عمق، لها عمق ظاهر ولها عمق باطن. العمق الظاهر النص اللغة، العمق الباطن السياق. عن ماذا تتكلم السورة؟ عن ماذا تتكلم الآيات؟ ما الذي كان يجري هنا؟ ما الذي جرى هناك؟ وبالتالي نفهم النص القرآني. طيب إيش الوقف التام؟ هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده، وهذا أكثر ما يوجد على رؤوس الآيات: الحمد لله رب العالمين. نقف. هذه سنة من؟ الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. كان رسول الله يقرأ القرآن بهذه الطريقة، ما كان يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، ما كان يقرأ هكذا، بل كان يتكلم الكلام بتأود واطمئنان حتى يستوعب من؟ الجميع، حتى يستوعب الجميع. وكان أظن في رواية أنك لو أردت أن تعد الكلام عددته، وكان يكرر ثلاثا، وإذا وصى يوصي ثلاثا حتى يتأكد أن الكل قد استمعه صلى الله تعالى عليه وسلم. طيب المعنى الحسن هو الذي يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به باللفظ. يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ممكن أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لماذا؟ ليش هذا الوقف؟
قالوا عنه حسن لأنه لا يمنع ما بعد التعلق، يعني الرحمن هو نفسه إيش؟ الرحيم. وهذا بنسميها القراءة التعليمية، لما أنا بدي أدرس أولاد وبديهم يحفظوا الكلام بجي بوقف على كلمة كلمة حتى يستوعبها الطالب أو تستوعبها إيش؟ الطالبات. أولادنا بيحبوا هذا الأسلوب. ليش في طلاب بيكرهوا المدرسة أو بيحبوا مدرسة؟ الأسلوب، الأسلوب. دائما كل ما نزلنا مع الطلبة إلى مستوى يعني أقل وارتفعنا معهم الطالب بيكون أقرب إلى المدرس أو أقرب إلى المدرسة. نسأل الله أن يلهمنا الصواب. إيش الوقف القبيح؟ القبيح الوقف الذي لا يفهم منه المراد، ما فهمتنا العبارة، ما كملت معنى العبارة. أن تأتي بالمبتدأ ولا تأتي بالخبر، أن تأتي بالفعل ولا تأتي بالفاعل، أن تأتي بالمضاف ولا تأتي بالمضاف إليه، هذا كله لا ينبغي. واضح إن شاء الله؟ لقد كفر الذين قالوا، وأقف بصير؟ هذا وقف قبيح. ما بصير تقف على قالوا، احكي لنا مقول القول. إن الله هو المسيح ابن مريم، هل أبتدئ من هذه الآية؟ إن الله هو المسيح ابن مريم، مصيبة، مصيبة. نعم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بصير أقف على قالوا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله، وأقف. إذن الوقف القبيح هو كل وقف لا يؤتي معناه. وإحنا كعرب المفروض هذا إشي بالنسبة لنا بدهي، مقول القول، فاعل الفعل، المضاف إلى المضاف إليه، والصفة إلى الموصوف، هذا كله يكون دائما مع بعضه البعض.